السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. وصفتنا النهاردة كفتة الحاتي، بما ان العيد داخل علينا. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا مع بعض نشوف عملناها ازاي وايه الاسرار اللي بتخليها متماسكة. اول حاجة معايا كيلو من اللحمة ومع فيها نسبة من الدهون، يعني على الكيلو اللحمة 200 جرام من الدهون، ويفضل لية الخروف. تاني حاجة معايا 4 معالق من البقدونس، ومعايا التوابل معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الفلفل. الكمية دي مناسبة جدا لكيلو لحمة. ومعايا هنا بصلاية كبيرة مفرومة فرم ناعم، يعني تكون مفرومة كويس جدا في الكبة. اول حاجة معانا هنحط معلقة كبيرة من الملح على البصل، هنبتدي ننزل بيها. المعلقة الملح دي بتساعدنا ان البصل ينزل ميته. هبتدي هنا اصفيها من ميتها. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان الكفتة يفضل ان هي ما تكونش فيها سوائل كتير. اهو اديني هبتدي اصفيها كويس جدا من المية بتاعتها. وطبعا المية مش هنرميها، المية هنحتاجها. كده صفيت البصل كله، هبتدي هنا احط البصل اللي صفيناه على اللحمة المفرومة. وبعد كده هبتدي احط الملح والفلفل، وزي ما قلنا الملح والفلفل كميتهم مناسبة جدا مع كيلو اللحمة. وهبتدي احط البقدونس، وهبتدي احط معلقة بيكنج باودر. وطبعا معلقة البيكنج باودر دي سر من اسرار المطعم، لان معلقة البيكنج باودر دي بتخليها هشة معانا وكمان ما بتكشش. تانية سر من اسرار المطاعم هي النشا. معانا معلقتين نشا كبار، ده بيساعد ان الكفتة تفضل متماسكة معانا ما تفكش مننا ابدا. بعد كده هبتدي ان انا اخلط المكونات كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين في الفيديو. وهحتاج ان انا احطها في كبة او محضرة الطعام. لو مش متوافر الكبة او مش متوافر محضرة الطعام، هنفضل نعجن فيها كده لمدة 10 دقايق متواصل، نعجن فيها كأننا بنعجن عجين بالظبط. الخطوة دي ضرورية جدا وسر نجاح برضو الكفتة، لانها بتخلي الكفتة ناعمة معايا جدا، وهي سر من اسرار نجاح الكفتة معانا. انا هنا هبتدي ان انا احطها في محضرة الطعام، وابتدي اخلطها كويس جدا فيها لحد ما احس ان هي وصلت للقوام اللي انا عايزاه. القوام اللي احنا عايزينه بقى ايه هو؟ يكون ناعم جدا، يعني نيجي نلمس الكفتة كده نحس ان قوامها ناعم معانا. ده سر من اسرار نجاحها، والخطوة دي ضرورية جدا. لو مش متاح محاضرة الطعام او الكبة، نعجنها على ايدينا لمدة 10 دقايق بالظبط لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده. قوام هيكون ناعم معايا. هبتدي احطها في الطبق، وبعد كده هغطيها واسيبها ترتاح لمدة ساعة في التلاجة، لان هي بعد العجن فيها بتبقى سخنة، احنا محتاجينها واحنا بنصبحها تكون باردة معانا. بعد كده هجيب مية البصل اللي احنا صفيناها مع بعض، وانزل عليها بمعجون، معلقة معجون صلصة كبيرة، ومعلقة فلفل، ومعلقة سكر، ونخلط المكونات دي كويس جدا مع بعض. ده بقى بيدينا لون وطعم المطاعم، يعني الخطوة دي مهمة برضو جدا معانا. وبعد كده هبتدي اجيب خلة. الخلة دي انا كنت نقعاها في المية قبل ما استعملها بنص ساعة بالظبط، لانها بتتحرق مننا في الفرن، فلازم نحطها في المية لمدة نص ساعة عشان ما تتحرقش. انا كنت حاطة خلتين فوق بعض.
طبعا لو في سياخ هتبقى افضل. هبتدي اخد قطعة لحمة وابتدي اصبحها كده زي ما انتوا شايفينها في الفيديو، وابتدي كده اعمل عقل كده بايديا عشان يديني زي شكل المطاعم حركة كده اهي، وهبتدي اقفلها من فوق ومن تحت. ضروري جدا ان احنا نقفلها من فوق ومن تحت اهي. هعمل واحدة معاكم كمان، هبتدي كده احطها في الخلة واصبحها اهي، وابتدي اعمل عقل بصباعي كده اهي حركة كده عشان تدينا شكل المطعم، وهبتدي اقفل عليها من فوق ومن تحت اهي. ده شكلها النهائي لما انا خلصتها. هبتدي انزل بالخليط اللي احنا عملناه اللي هيدي اللون والطعم زي بتاع المطاعم اهو. هنزل بقى على كمية الكفتة كلها، وهبتدي هنا اجيب صينية واحط عليها شبكة وانزل بمية في الصينية، وبعد كده هبتدي ارتب الكفتة، وبعد كده هبتدي ادخلها الفرن على نار عالية. سوى الكفتة لازم يكون على نار عالية جدا. هبتدي ان انا اعمل الطحينة، معايا كوباية من الطحينة، هبتدي احط عليها معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة ومعلقة فلفل، وابتدي احط عليها ملح ورشة بسيطة من جوزة الطيب، وهبتدي احط عليها فصين ثوم مهروسين، وهبتدي احط عليها معلقتين كبار من الخل، وهخلط كويس جدا الخليط ده، وهبتدي انزل عليها بمية يعني يكون غليناها قبلها وحطناها شوية برة تدفى، وبعد كده هبتدي انزل بالمية واحدة واحدة. ولو عايزينها قوامها كريمي اكتر، تعالوا اقول لكم ممكن نعملها ازاي. هنجيب الخلاط وهنزل بالطحينة والمكونات اللي احنا حطيناها على الطحينة، وهبتدي اخلطها كويس جدا في الخلاط زي ما انتوا كده شايفين لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه اللي هو ده اللي انتوا شايفينه ده في الفيديو، قوام كريمي اهو. وهبتدي بقى ازينها بالبقدونس، ودي الكفتة بعد ما خرجت من الفرن اللون زي ما انتوا شايفينه، وكمان ما كشتش خالص مننا زي ما عملناها زي ما طلعناها اهي زي ما انتوا شايفينها في الفيديو. وطبعا بقى احنا ممكن نقدمها مع رز بسمتي او في سندوتشات او مع عيش وطحينه او مع مكرونه، التقديمات بتبقى على حسب طبعا رغبتكم اهي شايفين، وطريه جدا معايا. لو احنا عملنا الخطوات اللي احنا قلنا عليها بالظبط هتاكلي كفته طعم كويس جدا وقوام حلو قوي، وكمان زي بتاعت بره يمكن انتي هتعمليها احلى كمان. انا قدمتها بقى مع الطحينة زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، شايفين برضو قوام الطحينة كريمي. وبكده بقى الفيديو خلص معايا، اتمنى ان هو يعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير كتير، واتمنى تكتبوا لي في الكومنتات لو محتاجين وصفة معينة اعملها لكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.